طيب في مجموعة من الصور هعرضها عليكي وحابة انك تعلقي عليها. اوكي. اول صورة معانا غادة عبد الرازق، يعني مؤخرا طبعا نشر للفنانة غادة عبد الرازق فيديو، والحقيقة اتهاجمت بسبب الفيديو ده بشكل كبير جدا. انت كفنانة زميلة تقولي ايه او تعليقك ايه؟ لا تعليق، لأنه الموضوع يعني بالنسبة لها طبعا صعب، ربنا يكون في عونها، وبالنسبة للجمهور صعب، فما فيش، ما عنديش كلام أقوله. يعني الموقف أكبر من إن أنا أتكلم فيه، أنا شايفة كده، أنا شايفة الموقف كبير، فإن شاء الله يعدي على خير يعني.